السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنتكلم النهاردة على تخليط المواد على الطريق. تمام، احنا ممكن ان احنا نخلط المواد على الطريق، او ممكن ان احنا نخلطها في الدركال في بره في الاستوك، وبعد كده نورد منها على الطريق. طيب، في حالة ان احنا نزلنا المواد على الطريق وهنخلطها على الطريق، تمام، احنا بننزل المواد الاول بنوردها، بعد ما نوردها بنفردها، وبعد ما بنفردها بنرش عليها مية زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما بنرش عليها مية بتيجي مرحلة الغربلة اللي هي التخليط، ولو فيها مثلا نسبة حجارة ولا حاجة بنطلعها. تمام، لأن طبعا الأعماق هنا الدفان هنا أزيد من 3 متر، فاحنا بننزل الطبقات اللي هي 50 50 لحد ما بنوصل لحد عمق 2 متر، بنبدأ بنحط الطبقات 30 سنتي. تمام، طبعا الوايت الجريدر فرد الطبقة، الوايت رش عليها المية، بعد ما بيرش عليها المية بيجي معانا هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، نبدأ نخلط ده جزء تاني من الطبقة اهوت، نبدأ نخلط الايه المواد اللي نزلت كلها. بنقلب الطبقة في التخليط من اليمين لليسار، من اليسار لليمين، لازم نتأكد ان الطبقة كلها اتشبعت بالمية. تمام، بحيث ان انا لما اجي اختبر التربة يديني نسبة كومباكشن ونسبة المية الموجودة في الطبقة تكون ناجحة، زي ما باخد عينة المواد واعمل لها الاختبار في المختبر. تمام، لازم تكون محققة نسبة دمج ومحققة نسبة المية. تمام، المية مثلا معانا لو طلع يعني احنا عندنا هنا في العينه دي طالعه الميه 6.9، انا ممكن ان انا استلمها من اقل 2 او اعلى 2، يعني 4.9 او 8.9، 2 فوق 2 تحت مسموح بها فين في الميه. فاهم حاجه لازم علشان ان احنا نفرد المواد نرشها بالوايت، بعد ما نرشها بالوايت ان احنا الجليدر يبدا يخلط فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. انتهزت الفرصة بس ان الجليدر بيعمل تشيك على طبقة تانية بتتسلم علشان الصوت بتاع المعدة. بعد ما بنخلط الطبقة بيشتغل عليها بيلفلها. تمام، بعد ما بيلفلها الطبقة بتطلع معانا زي ما حضراتكم شايفين بالوضع كده، ده الطبقة بتتسلم حاليا. بعد التخليط كمان بنعمل عليها تشيك بالجليدر، بنخليه يعمل لنا نعمل حفرة في أي مكان في الطبقة، بحيث لو أنت ما شفتش تخليط المواد أو إن أنت ما جيتش على الطبقة دي وهي بتتخلط، تتأكد إن الطبقة كلها اتخلطت السماكة بتاعتها. فطبعا دي المنطقة اللي الجليدر حفرها بيقفلها اهوت. وحاليا بنشتغل على الكومباكشن زي ما حضراتكم شايفين، المختبر شغال، جهاز المختبر اهوت، شوف نسبة الكومباكشن. نسبة الكومباكشن هنا احنا بنشتغل على 95%، الطبقات الأخيرة بس اللي بناخدها 100%. تمام، طبعا الطبقة زي ما حضراتكم شايفين الحاجات اللي هي على السطح ديت اللي هي المكنة الكفرات تبع الجريدر، عشان كان شغال في تخليط الطبقة. أهم حاجة نتأكد إن الطبقة مخلطة كويس، ان الليفل بتاع الطبقه مظبوط. تمام، هشتغل معايا الجوانب اللي هي السلوبات الجانبيه بشكل صحيح زي ما حضراتكم شايفين كده، بشكل مظبوط، بحيث ان احنا نطلع جوده العمل كويسه ونطلع الشكل للطبقه كويس. تمام، وفي نفس الوقت تتحمل اللود بتاع المعدات والعربيات والحاجات اللي هتمشي عليه. تمام، ده زي كده زي ما حضراتكم شايفين. ده الطبقة، سطح الطبقة. تمام، والمختبر شغال عليها كومباكشن. طبعا العمل ده يرجع للأخ معاذ، المراقب المسؤول عن المشروع، مشروع كبير، وهو ما شاء الله عليه يعني حوالي عن 5 6 مقاولين شغالين تحت ايديه.
وبيشتغل وبيجتهد بصراحة يعني. الله يسعدك. فده بالنسبة للطبقة وتخليط الطبقة والعمل الكومباكشن اللي هو الاختبار والتيست. طبعا لو جينا لاحظنا الشارع ده، معلومة أخيرة يعني، الشارع ده لو جينا نبص فيه كده هنلاقي إن المنطقة اللي احنا فيها دي منسوبها بيختلف عن المنطقة الايه التانية. طيب ليه منسوبها بيختلف؟ طبعا حسب الديزاين اللي بيجي. انا لما بشتغل عليها بشتغل على الطبقات، بشتغل من الاعمق، اعمق الاماكن، بحيث ان انا اوصل لايه الاماكن اللي هي المرتفعة اللي بيكون فيها خلاص قربنا على البوتوم سب جروب. يعني المنطقة دي كده فيها دفان، لو جينا لاحظنا على امتداد الشارع من قدام الشارع فيه قطع، فعلشان كده لازم نبدأ بالأماكن المنخفضة الأول علشان نوصلها للأماكن المرتفعة. ما ينفعش إن احنا نبدأ من المرتفع بعد كده الشارع المنخفض، لا، احنا بنبدأ من الطبقات الأماكن المنخفضة، ناخدها طبقة طبقة طبقة، بحيث كل ما توصل معانا للمنطقة المجاورة لها وكانت أعلى منها ندخلها معانا في الشغل وناخد عليها الطبقة اللي بعدها لحد ما تربط معانا على أماكن القطع اللي حضراتكم شايفينها هناك في نهاية الطريق كده. تمام، لو لاحظنا شفنا البلدوزر شغال قطع هناك. القطع ده بينزل ماينس 30 من الديزاين. ليه ماينس 30؟ اللي هو طبقة الساب جريت اللي هتتحط 20 سنتي، وسمكة الأسفلت اللي هي 10 سنتي. طبعا هيتعمل على مرحلتين، 6 طبقة أساس و4 طبقة ويرنج كورس. ده بالنسبة كل ما يخص أعمال الطبقات اللي احنا بنشتغل فيها وطريقة العمل اللي احنا شغالين عليه. طبعا الجليدر نزل، حاول انا اوصله اوريه لكم، بس بدأ يشتغل على الطبقة اهوت ويكمل التخليط بتاعها. طبعا ده كده يعني معلومة سريعة ازاي ان احنا نخلط المواد والطبقات وازاي ان احنا بنشتغل الطريق. تمام، حتى لو جينا بصينا على نفس الطريق اللي الجريدر شغال عليه هنلاقي ان ورا الطريق مرتفع ودي المنطقة منخفضة، فلازم نشتغل المنطقة المنخفضة عشان توصل معانا المنسوب المنطقة المرتفعة، بحيث ان احنا نوصل لسطح البوتوم سب جري. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في الاعمال اللي جاية بإذن الله. مع السلامة.